السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ رجعت لكم حلقة جديدة اليوم. رح نشتغل تدريج الدقن. طبعا مثل ما لنا شايفين بلشنا بالزيرو شباب، ماكينة الإكسترا من الضيف. هلأ منجيب ماكينة التنعيم، منعم على الآخر. هاي الماكينة شباب بتعطي اللون الأبيض اللي دائما بيرغب له الزبون. جبنا ماكينة الكبيرة، نخليها على الزيرو، نشتغل، نفتح طبقة تقريبا ننزل فيها مقدار أصبع. هلا نرجع على الإكسترا شباب، نشتغل نقرا تنقير كرمال يندمج معنا الحرف. طبعا بنقلب الماكينه بهذا الشكل كرمال تشيل الماكينه اكثر. هلا بنجيب مشطل واحد شباب، كمان بننزل فيها تقريبا اصبع مثل ما انتم شايفين. هلا اخواتي بنجيب مشط النص بنركبه على الماكينة، وهذا الحرف اللي شايفينه بندمجه. طبعا ما بننزل كتير كرمال ما تروح نمرة الواحد. هلا شباب ننزل مناويل تقريبا على الربع مثل ما لنا شايفين بطرف الماكينة، بنشيل الخيال الموجود. طبعا شباب بتدريج الدقن لازم تشغل نظرك وتعرف تستخدم النمرة الصح وانت عم تشتغل. هلا شباب بنجيب مشطل واحد ونص بنحطه على الماكينة، كمان هاي السماكي كلها بنشتغل عليها مثل ما انا شايفين. هلا شباب بنرفع المناويل على النص ونشتغل بحركة عكسية. طبعا ما بنقسى ايدنا كتير كرمال ما تخف الدقن ما لنا شايفين شباب. هلا بنجيب مقص التشفير. ليش مقص التشفير شباب؟ كرمال الدمج. طبعا مثل ما لنا شايفين هاي السماكات النقط السودي نشتغل عليها بهاي الطريقة، شايفين كيف شباب؟ مقص التشفير كرمال الدمج. نرجع منذكر ليش مو بالمقص العادي، ليش مقص التشفير مو بالعادي؟ كرمال الدمج مثل ما انا شايفين كيف عم يشيل النقط السودي، عم يعطينا تناسق الوان للدقن. هاي السماكي كلها شباب بنشتغل على التشفير كرمال يصير في دمج بالالوان. شايفين معي شباب عم نشتغل محل ما في سماكي، اللون الاسود اللي بيكون كتير اسود. هلا بنجيب مشط الواحد ونص، دائما الرقبة بنشيلها اثنين او واحد ونص كرمال التحديد. هلا شباب بنجيب ماكينة الاكسترا بنحدد. طبعا التحديد حسب رغبة الزبون شباب، بده اياها عريضة لتحت بده اياها عالية لفوق حسب الرغبة. دائما قبل التحديد بتسأل الزبون شو بده اياها للدقن، بده اياها نازلة ولا بده اياها عالي، بده اياها زاوية مثلا لورا، بده اياها زاوية عادية، بده اياها لف. دائما شباب نتذكر انه لازم نسأل الزبون كيف دقنه. طبعا بنحدد مثل ما انا شايفين الزاوية. ننتبه كتير. هلا شباب بنحدد فوق بشكل دائرة، طبعا بده اياها لف من فوق، بنشتغل نصف دائرة تقريبا بهذا الشكل.
مثل ما انا شايفين. هلا شباب، هاي الحركات كتير مهمة بالنسبة لك انت كمبتدئ. بنجيب الماكينة، بنحطها على الربع او على النص او النمرة اللي بتناسبنا، ومنبلش نشتغل. مثل ما انا شايفين بيكون في هيك مثل خيال، مثل خطوط خفيفة او مثلا فراغات بدي دائما نحاول ندمجها. طبعا حسب طول الشعر انت بتقدر النمرة اللي بدك تشتغل عليها، زيرو، ربع، نص، اكسترا، شفرة، واحد، اثنين، حسب طول الدقن. مثل ما انا شايفين بطرف الماكينة شباب عم نشتغل. طبعا مثل ما انا شايفين شباب هاي النتيجة النهائية. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو اليوم، والمو مشترك بالقناة يا شباب رجاء اشترك وحطونا لايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الكوافير روم.